إنه يفكر في الأطفال من قبل أن يكونوا في بطون الأمهات. ما زال الأطفال في أصلاب الرجال، ما زال اللقاء بين الرجل والمرأة لم يحدث الذي ينتج عنه طفل، وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفكر في ذلك الطفل الذي ما زال في صلب ذلك الرجل. إن هذه محبة سبقت الأزمنة، محبة قبل وجود الشيء صلى الله عليه وآله وسلم.